السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنلعب لعبة الكاسبية أو لعبة كده، بس انت لو اتحلقت فيها الناس هيصلحوا معاك ويقوموا عليك. فيلا نبدأ. يقول الصعوبات انا لازلت قبل كده فعلا المتوسط بس. يلا قصر المسدس. والاعلان خلص. يلا نطلع بره. يلا ندخل.
ايش عنا لكم كنا بن شوف الاعلان بس بيقول السبك الطائر ب150 ما استنى شوية يلا فين العتاوة في سلاح هنا لا 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 ثاني والكلب والكلب لكم وطبعا كنيه اوه خسرنا بس الاسلحة خالية اوي اصلا كده بالربعمية وحاجة نقدر نجيب الوقت دي نفتح كده كانت بتاع نحتفها عشان نقتل بتاع الرسول شكنا مسدس اخيرا وطبعا ايضا المسدس اللي بقول عليه التالي سلاحنا باص
عشان اتحلقت حلقة سريعة والطلقة طلقت في الحلقة السريعة. طبعا يا شباب انا عامل فيديو انا وعمر مرتين في لعبة، يعني انا وعمر هنعمل فيديوين مع بعض كلكم النهاردة. حطوا كل اللايك للفيديوهات الكتير. نشوف في ده بنتين ومسدس، المسدس تاني نحوش 325 طيب كده في الطين تاني ونقلبها وبعدين نحط الكيك. حتى شو قلنا هنا كتير بمسدسات. قول كده عملكم طيب. انا هشتري الطبق الطائل ده واطلبه بعدها انهي الحلقة. يلا خليناه وخدناه. يلا بس هو يعني القصر لان في الوقت كويس لو عجبكم الفيديو تتسبسكرايب، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يشاركوا كل كتير. كان معاكم فيديو كتير من قناة يوسف.
باي باي.